ورجعنا لكم مره تانية مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. والتغيرات المناخيه مع دخول فصل الشتاء ده عنوان فقرتنا النهارده. صحيح. دكتور علي قطب هيكون معانا النهارده عشان احنا دايما بنسمع في اول كل فصل ان في تغيرات مناخيه، التغيرات دي بتسبب يعني في قول اخر براكين في بلاد، زلازل في بلاد. زمان كانوا بيقولوا لنا ان التغيرات دي طبيعيه جدا، دلوقتي بقوا بيقولوا لنا لا دي مصطنعه بفعل الانسان، والمخاطر اللي بيدخلنا بيها الانسان يعني مع دخوله طبعا عالم الصناعه. دكتور علي قطب مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. واهلا بحضرتك معانا. واهلا بيكم، بس اصحح التايتل. اتفضل. انا المدير العام للتحاليل والتنبؤات الجويه المصريه والمتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه. لهيئه الارصاد الجويه، اهلا بحضرتك. طبعا سؤال حضرتك طبعا التغيرات المناخيه. الكلمه بس تعرفها الاول. اولا تغير مناخي. ايوه. هو تغير عن الطبيعي، تغير عن حاجه، الطبيعي حاجه ويتغير يبقى تغير في المناخ. مناخ يعني على مدار سنين قادمه او سنين ماضيه. ده معنى تغير في المناخ. هل في تغير في المناخ ولا ما فيش تغير في المناخ؟ في تغير طبيعي وفي تغير غير طبيعي. أيوة. التغير الطبيعي دوت ان هو يبقى ايه؟ في كل 7 سنين ل10 سنين الدوره العامه بترجع لوضعها الطبيعي. زي الشمس ليها دوره، الكره الارضيه ليها دوره، الرياح ليها دوره، وهكذا كل عنصر وكل ايتمز دول ليه دوره. أيوة. وبالتالي الدورات دي بتتغير بترجع لوضعها الطبيعي. قد يكون بتختلف شدتها من عام لاخر، وقد يكون شدتها بتثبت. على سبيل المثال الجو اللي احنا قاعدينه دلوقتي ده اللي هو شهر نوفمبر. شهر نوفمبر ده العام الماضي وقبل الماضي كان اسخن شويه من دلوقتي. يعني ما دخلش بالبروده اللي دخلناها. طب ايه الاسباب اللي خلته يتغير السنه دي يا فندم؟ ما انا ارجع واقول اساسا الدوره العامه للرياح بتيجي من كل 7 سنين ل10 سنين. يعني الدوره الطبيعيه، عارفه الموضه، مفيش جديد، بترجع لقديمه. صحيح. يعني لو رجعنا للسبعينات او التسعينات او تلاقي موضه بترجع تاني. صحيح. هو نفس الجو بس مش موضه، لان هو بتبقى فيه عوامل بشريه بتساعد على هذا الوضع. زي ايه مثلا؟ ايه الاسباب بقى فعلا اللي بتؤدي لتغيير المناخ؟ هو ما احنا هنقول التغيرات الطبيعيه، التغير الطبيعي ده ما فيهوش مشاكل. الشمس هي الشمس بس ممكن تزيد في سنه عن سنه بنسب ضئيله. الارض هي الارض بس حركه دورانها ممكن تختلف من عام لاخر. السحاب هو السحاب نتيجة للتوزيعات الضغطية. التوزيع الضغطي ده هو اللي بيتحكم في الكرة الأرضية. يعني إيه التوزيع الضغطي؟ الحركة دوران الأرض حوالين الشمس وحركة دوران الأرض حول نفسها بتنشأ قوة في الغلاف الجوي. هذه القوة بنسميها قوة ضغطية، الضغط. عشان كده أقول لك الضغط الجوي مرتفع. لما تطلع طيارة يقول لك إيه ده الضغط الجوي منخفض. صحيح. ده الضغط الجوي مرتفع، الضغط من الجو منخفض، يعني نلبس كمامات ونسبة الأكسجين قليلة وفي مطبات هوائية وكلام من ده. إذا اللي بيتحكم في هذه الموضوعات توزيعات طاقتية نتيجة لحركة دوران الأرض. أما العنصر البشري فليه تأثير. زي مثلا على سبيل المثال منطقة خضراء مزروعة بالمزروعات يبقى فيها أكسجين كويس، هيبقى عوادم السيارات قليلة، هيبقى الهواء الطبيعي يتحرك بسهولة. لكن تعالوا نبني 5 6 براك في الحتة دي، الهواء بيمشي كده لما يجي هيصطدم بالمباني دي يروح طالع لفوق، لما بيطلع لفوق بيسخن ولا بيبرد؟ بيبرد، لان الهواء كل ما نطلع لاعلى بيبرد. ينزل من وراء العماير دي بيبقى يسخن، وهكذا. اختلاف درجات الحراره ده نتيجه للتغيرات البشريه دي. نتيجه لعوامل تانية كتير، عوادم سيارات، المباني السكنيه واتجاهاتها. يعني لما تبني برج مثلا وانت الهواء شمالي غربي عليك كده، يبقى لما تبقى انت في اتجاه الهواء ده يبقى كويس جدا مناسب. لما تبقى عكسه يختلف، وهكذا. الصناعات اللي هي زي السجاد، الموكيت، السيراميك، الحاجات دي عوامل بتساعد على احساسنا بالتغير المناخي. وده اللي يعني ممكن دي العوامل الانسان ساهم في وجودها، بعيدة عن العوامل الطبيعيه او الدوره الطبيعيه لاي يعني كل مكونات الطبيعية. نقطه ثانيه حضرتك اثرتيها في الاول، التغيرات المناخيه بتسبب براكين، بتسبب زلازل. هي ما بتسببش زلازل. ليه؟ الزلزال ده طاقه كامنة داخل باطن الأرض على أعماق تتجاوز العشرات الكيلومترات. وبالتالي التغير اللي فوق ده ما بيأثرش على طبقة سطح الأرض تغير ملحوظ أبدا. ده تغيره في الغلاف الجوي، لما بننزل لعمق 2 متر تغيره أقل قوي. طب لما ننزل لعمق 100 متر أقل بكتير. طب لما ننزل لكيلو
لا ده تغير ملوش دعوة. وعشان كده الزلازل دي لا نستطيع التنبؤ بها ابدا على مستوى العالم، لانها انا بتنبأ بناء على ايه؟ معلومات. يعني حضرتك بتقولي ايه لما مريض بيروح لدكتور بيقول له انا عندي 1 2 3 4، يبقى الدكتور يقول اه 1 2 3 دول ممكن يسببهم كلى، دول يبقى ممكن سببهم كبد، دول يبقى سببهم قلب. احنا نفس الكلام لما بنتنبأ المناخ عندنا العوامل الموجوده، اتجاهات الرياح موجوده، سرعه الرياح موجوده، ضغط الجو موجود، الرطوبه النسبيه موجوده، عمود الهواء عند كل مستوى من سطح الارض لغايه 100 كيلومتر في طبقات الجو العليا موجوده، لكن في بطن الارض الكلام ده مش موجود، يبقى ما اقدرش اتنبأ. طب انا هسال يمكن سؤال ساذج سن، انا مش متاكده، انا ما بفهمش قوي يعني في الحاجات دي، بس زي ما حضرتك قلت زي ما في تغيرات مناخيه في تغيرات في الارض طبعا يعني تفاعلات. هل التفاعلات دي انا ما اقدرش ارصدها؟ لا، احنا نرصد ما ينتج منها. أوكي. يعني قد ممكن نرصد على أعماق قريبة، لكن أعماق بعيدة على أعماق مئات الكيلومترات صعب جدا. طب إيه هو يعني قالوا ممكن نتنبأ قبل الزلزال، ولا ده مش تخصص، أنا تخصص غلاف جوي. طيب اتفضلي. زي مثلا ما بنسمع عن التسونامي والحاجات اللي هي التسونامي ده مش زلزال بس. لا بالظبط، اتفضل. التسونامي ده زلزال في بطن الأرض خرجت منه الطاقة، خرجت في المية، عملت ايه؟ ارتفاعات كبيرة جدا في الامواج. يعني الامواج اللي نتجت دي نتجت من الزلزال، نتيجة للزلزال. يعني دايما بنسمع ان مثلا في احدى البلدان لو ده هيحصل الناس بتاخد احتياطاتها قبليها، لان دايما حتى بنتابع على شاشة التلفزيون انه هيقرب التسونامي، هيقرب ما هو ما طلع على سطح الارض اقدر اتوقع بقى اتجاهاته يمشي ازاي، قوته ايه، ارصده بعد ما طلع على سطح الارض. اول ما يبتدي يطلع على سطح الارض ارصده. هو قوته مثلا 8 ريختر، ال 8 ريختر دول ماشيين بسرعه 200 كيلومتر في الساعه، لما يمشي في هذا الاتجاه الميه يبقى الاتجاه دوت هيوصل بعد مسافه قد كده، هيضعف وهو ماشي، اي اتجاه حاجه هتقابله هيعملها. يعني قدره الانسان لحد دلوقتي هو بس رصد ما ينتج عن التغيرات دي. بالظبط. طب احنا ما بنسمع في دايما في بدايه المواسم يقولوا لنا في ثقب في الاوزون، الثقب ده هياثر على الجو بالشكل الفلاني، هيأثر على حركة المادة الجاذبة بالشكل الفلاني، هيأثر على، يبقى احنا عارفين ان ده المسبب لكل هذه التأثيرة. طب ما هي الأوزون دي طبقة موجودة فين؟ في الغلاف الجوي، في طبقة التروبوسفير فوق بعد منها. الطبقة دي بتتحكم في تصفية الشمس، ده من نعمة من ربنا ان الطبقة دي بتمنع الأشياء الضارة، لأن الشمس أشعة، الأشعة المنبعثة منها فيها أشعة ضارة، الأشعة الضارة دي بيمتصها اللي هو الأوزون. يقولوا ثقب فيه، ثقب في الأوزون كأنك بتقولي الثقب في مية. مرة يقولوا في القطب الجنوبي، هو مش ثقب ولا حاجة، هي بتضعف وتقوى، تضعف وتقوى، عارفة الطبقة بتضعف وتقوى، تضعف وتقوى، فبتسمح بنفاذ هذه الأشعة. يعني تخيلي عندك كتاب، الأشعة قوية جدا، كل ما يكون سمك الكتاب رفيع كل ما الأشعة بتنفذ منه، طب لو الكتاب تخين الأشعة أقل منها، فهو فلتر من عند الله إن هو يعمل فلترة للأشعة الضارة للجسم. أما هو تأثيره، ده تأثيره بقى على أشعة الشمس. أيوه. وطبعا اللي بيرفع درجة حرارة أشعة الشمس، مش الولع اللي بتحدث والحريق. أيوه، اللي بتحدث ده اللي أنا فعلا عايزة استفسر فيه، إنه احنا بيتقال لنا لا ده نتيجة التلوث ونتيجة التلوث اللي بيصدر عن الدول الصناعية. احنا قاعدين في مكان جميل واستديو حلو ولطيف، ليه؟ مفيش حرايق جنبينا، لو طلعنا بعيد لغايه ميدان التحرير هنلاقي ريحه الايه، الغازات السامه موجوده بتسخن المنطقه، لكن تاثيرها جاي عندي هنا؟ لا. تاثيرها بعد 2 كيلو 3 كيلو؟ لا. وبالتالي التاثيرات في المكان محدود، كل حاجه ليها مكان محدود. اما اللي بيرفع درجه حراره الكره الارضيه الوحيد هو الشمس. كل ما زادت فترات سطوع الشمس كل ما كانت درجه الحراره كبير. لكن تعالوا بقى لما نحب نتدفى نولع دفايه ونحطها قدامنا، طب بعيد عن الدفايه تاخدي برد لو بعدت بعيد. اسمح لي يا فندم، احنا يمكن يوم السبت 19/11 حصلت هزات ارضيه بدرجه 4.1 ريختر ضربت جنوب سيناء والبحر والبحر يعني. واحنا معانا دكتور مسلم شلتوت، استاذ ونائب ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، معانا على التليفون دلوقتي. اهلا مسلم. الو الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. كنا عايزين بس نستفسر من حضرتك، هل منطقه البحر هل هناك في فرق ما بين الزلازل القادمة من البحر والزلازل القادمة من اليابس؟ بيبقى في طبعا في هناك فرق بين الزلازل القادمة من أعظمة الزلازل
والزلازل اللي هي بتبقى موجوده داخل القارات او داخل مصر. فبنلاقي ان معظم الزلازل القويه بتحدث في البحر الاحمر او في خليج العقبه. لان ده البحر الاحمر عباره عن بحر بيتسع ليكون في يوم من الايام محيط. فبنلاقي حدث فيه زلزال بقوه 7 ريختر في جزيرة شيوان في مارس 1979. وعندنا خليج العقبة حدث زلزال في دهب بقوة 7 ريختر في عام 1995. فالزلزال بتاع تيران هو زلزال يعني يعتبر ضعيف ولكنه من الحزام الزلازل اللي موجود في البحر الاحمر وخليج العقبه. وممكن نتوقع في اي مكان في خليج العقبه او في البحر الاحمر زلازل قد تصل الى 7 ريختر. لكن احنا بنقول الحمد لله ان الوادي والقاهره والدلتا بعيده عن التاثيرات السيئه لهذا لهذه الزلازل. الزلازل دكتور مسلم يعني صحيح ان طول الوقت فيها ذات ارضيه بس احنا يعني لا نشعر بها، وهل ده طبيعي تماما؟ طبعا طول المسافه بيننا وبينهم بيخلي انه لغايه ما يصل الى القاهره بيكون ضعف، وبالتالي من الصعب ان احنا نحس بيه. دكتور مسلم بنشكر حضرتك على وجودك معانا عن طريق التليفون ونهارك سعيد يا فندم. شكرا. يعني انا طبعا دكتور مسلم استاذ فاضل انا هتكلم في نقطه معينه مش هي تخصصي ولكن معلوماتي فضل. بتقول ان فعلا سؤال الاستاذه ان هل في زلازل بتحدث بالظبط؟ طبعا على فترات متباعده ولكن ما بتتحسش للمواطن العادي، لكن بتترصد. يعني مش معقول مثلا زلزال بقوه نص ريختر ربع ريختر ده تاثيره بيبقى في المنطقه وتاثيره بيبقى محدود، فده موجود. دي حاجه. الحاجة الثانية زي ما قال الدكتور مسلم ان فعلا تأثير الزلازل في البحر غير البر، لكن انا هختلف من نقطة معها بسيطة، ان البحر الاحمر هيبقى محيط، الزلازل في الاعماق المحيطات اقوى بكتير. عشان كده الزلزال اللي حدث تسونامي حدث هناك في المحيط الهادي، ده كان تأثيره قوي جدا وتعدى 8 وبتوصل في اليابان بتوصل 9 ريختر. لكن عشان يحدث زلزال في البحر الاحمر بهذه القوة من زمان المتخصصين في مرصد الزلازل والفلك الجيوفيزيقية بيبقى يعني مش بوصلش أكتر من 7، ما وصلش 8 ريختر حتى، ودي على مسافات بعيدة. طيب. لكن نرجع للمناخ وده تخصصنا. طيب إيه اللي بيميز المناخ في مصر عن باقي دول المنطقة رغم التغيرات المناخية؟ الموقع الجغرافي، سؤال حضرتك مهم جدا، بيلعب دور كبير جدا في المناخ. تلاقي مصر كنا احنا كناس متخصصين نقول ملقف هوا. يعني ايه ملقف هوا؟ عارفه الملقف ده يعني كل واحد يمشي يخبط فيه. فاحنا منطقتنا في الشمال نتاثر بالهواء البارد بتاع اوروبا والامطار بتاعه اوروبا، في الغرب نتاثر بالصحراء الغربيه والتراب اللي جاي من الصحراء الافريقيه وليبيا اللي هو بيبقى في الربيع. في الشرق نتاثر بمنخفض الهند الموسمي اللي بيجيب لي الحر والرطوبه. تلاقي المواسم متعدده على تغير الوضع الجغرافي بالنسبه لمصر. لكن من نعمه ربنا ان كل منطقه ربنا بيديها العوامل اللي بتساعد على انها تتعامل مع هذه التغيرات المناخيه. يعني لما نيجي في الشمال هنلاقي ان الامطار اللي بتسقط في الشمال ما بتسببش اي مشاكل لانها في البحر وفي طرق متوسعه على اساس انها تمزي مصارف ليها. لكن المشكله لما تيجي تسقط هذه الامطار في مناطق جبليه زي سيناء وزي صعيد مصر. وعشان كده الامطار هناك قليله، الطبيعه الجغرافيه فيها قليله، لان بيجي على الصعيد من المناطق المداريه، المناطق المداريه دي بتمطر طول السنه. يعني ايه منطقه مداريه برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين؟ هي المنطقه اللي ما بين خط العرض بتاع 5 ل 10 لاتيتيود، ودي منطقه بتمطر طول السنه. احنا بنقول حار جاف صيفا ده في ممطر. يعني كانوا بيقولوا لنا كده. عايز اعرف بس درجة